السلام عليكم. معكم الراقي رشيد الوزير من مدينة أسفي لجميع حياة المستعصية بإذن الله. الناس اللي تتعاني تتفيق مع الصباح، تتحس بالخمول، الدكديك، الألم بالكتفين أو الألم في الرأس أو الاختناقات أو الألم في البطن أو الألم في الرجلين، أو تدفع مثلا بالنسبة للشباب أو الشابات يدفعوا سيفيات، عكوسات العمل أو العكوسات في الزواج، أو النفور من المنزل أو النفور من شي شخص، أو الاكتئاب. الناس اللي تعاني من هادشي هنا كاين العلاج بإذن الله. الناس اللي عندها سحر معقول أو مرشوش مدفون معلق في الكواكب بإذن الله كاين هنا الإبطال وكاين العلاج بالقدرة الإلهية. الناس اللي تعاني من القولون العصبي او جرثومة المعدة، هادو امراض عضوية باذن الله كاين هنا الشفاء. الناس اللي تعاني من السياتيك او الفداء او الحلاقم او الشقيقة في الراس باذن الله كاين العلاج بالقدرة الهية. الناس اللي عندها مس داخلي تندوي لداخلي وعانات وقاسات وعيات من بشعة الرقات هنا كاين العلاج. مريض او طيار او هنا باذن الله كاين العلاج. الناس تدخل القناة ديالي دير الراقي رشيد الوزير وتشوف العجائب سبحان الله، استفراغات. وواحد النقطة، الشيطان ما تيسلم ما تيخرج، خاصو جوج حوايج، يا القتل يا الحرق، شي حاجة أخرى كذوب. شاهد وسلم ما تيكذبو، الشياطين تيكذبو، نتحدى أي واحد تيقول لك حقا الشيطان سلم وخرج تيتوهم، داك الراقي تيتوهم أخويا. الشيطان خاصو القتل الحرق. رقم الهاتف 06-44-01-34-69 06-44-01-34-69. الناس اللي تمشي عند الرقات وتيقراو عليها وما تطيحش، تقول لك انا عندي نفس الاعراض ولكن ما تنطيحش، هذاك تسمى مس خارجي. هنا كاين العلاج باذن الله. بدايه العلاج تحس بالراحه النفسانيه والجسد تيخفاف بالقدره عليا، تحس بهذيك الساعه ملي دير الرقيه في هذا المركز. ومرحبا بكم، تفضل اخويا. انا ما تنقولش عالم غامض، انا تنقول عالم غير مرئي. اللي تيسمي عالم غيبي انا تنقول عالم غير مرئي، ما تنشوفوش واحد الحاجه، هو راه عالم ولكن غير مرئي، ما تشوفوش غير مرئي. الله دير لنا بيناتنا بينه وبينهم حجاب، لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. اللي ما تيقولش لك ما تيلبس بنادم، هذاك راه اصلا ملبوس. ونتحدى اي واحد يشوف ما كاينش الجن، ما كاين واحد النوع، ما تدويش انا ما تسوقش هذاك النوع ديال الشياطين، ما تيلبسوش الانس من باب المستحيلات. كاين المس وتيتلبس، وكاين والظاهره غادي وتكسر فيها. كاين اللي تيلبسو في لسانو في جسد كومبلي، هذاك تيفقد الوعي، تيتسمى مس كلي. كاين واحد المس مس جزئي، وكاين مس مشترك. كيفاش مشترك وكيفاش جزئي وكيفاش كل كلي؟ تيفقد الوعي. كاين بعض الرقاد تيامنوا بها، وكاين الرقاد ماشي داكشي كله كله يخص داكشي. انا تندوي كرأي شخصي كالحالات اللي شفت. المس الجزئي تيكون جزئي في الانسان، ما تيكونش كامل، يعني حركات كما تيكون الانسان واعي. وكاين مشترك تيكون طالع فيه والانسان تيسمع واعي، وكاين الكل شيء فقد الوعي ما تيبقاش عاقل. المس انا دازو عندي حالات، كاين اسحار في هادشي، اسحار تيعموك، ماشي تتعمى صافي البصيره ما تبقاش تشوف. تندوي على الامراض الروحيه، تندوي على مثلا عميتي بالسحر الروحي، لا زلتي داك السحر فكيتي باذن الله وقتلتي داك خادم السحر، انسان تيرجع يشوف في هذيك اللحظه باذن الله. اما كان عضو داك الشيء تيبقى ديال الله، تيبقى ديال الله، يكذب لك انت. انا ما تنشافيش، انا الله اللي تيشافي، انا سبب ربي اللي تيشافي. كنت انا تنشافي راه تنضحكوا على بعضياتنا، حنا اسباب وكل ربي عطاه كل واش عطاه. فهمتي كيفاش؟ كاين اللي ربي، كاين اللي ربي كاين اللي عطاه بركه، كاين اللي عطاه علم او كرب، كل واش عنده ربي، الله اللي تيشافي. شي طبيب هادشي عنده راه ماشي هو تيشافيك، الله اللي تيشافي على سبب. فهمتي كيفاش؟ اما هادشي الامراض الروحيه ماشي انا تنشافي، الله اللي تيشافي اخو. ونتحدى اي واحد تيقول لك انا تنشافي، شي اي واحد تيقول لك انا قادر ندير اي حاجه تيلحق على راسك، الله اللي تيدير.
اما القضيه اللي قلتي انت بنادم اللي كتمشي لها من روحي او الاسحار الا بغى ربي يرفع البلاش يرفع. اما الانسان شوف انا قادر ما تنظرش الانسان تيقدر بشي حاجه تيكذب وتيوهم بنادم ربي اللي تيقدر وربي اللي تيشاف. هاد النقطه زوينه شرتي ليها. الانسان اللي قلتي هاد الطرق اللي قلتي انت اغلبيته تيكون ملبوس اغلبيته تيكون ملبوس تيكون فيه المس و تيتوهم بانه هو تيدير الخوارق و تيقول لهم ماشي خوارق مس هذاك مس عندو مس. جاونا عندي حالات ما لا حول ولا قوه بالله العظيم لا حول ما تفهم البنت تعدى راسهم تيديروا شي حوايج ولكن هما الشياطين تيوهموا بانهم تيديروا ولكن تيضحكوا عليه. تيكون هذاك السيد مسوس تيكون عنده سحر او لابسه شي عاشقه ولا او 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 هو تيتوهم تيقول لي تيدير الخوارق تيدير داك الشيء ولكن ما تيديروش ما قال لهم حيد جينا نحيدوا لك الاسحار نحيدوا لك المسار ستبقى انسان عادي انسان ضعيف. القرين القرين ما معنى القرين؟ القرين القرين انا ما نشرحوش القران اللي يقول لك هادشي صوره قاف قاف صوره الصافات تبدو على القرين. القرين تيكون تيتخلق الانسان تيتزاد على 41 يوم تيجي عنده هذاك هو السبب ديال الوسواس. قلت لك قبيله قلت لك شي واحد السؤال وقلت لك الرجل الوسواس القرين سبب الوسواس ومفتاح لواحد النوع ديال المرضى اللي هادشي ديال الاسحار. شكون هاد المرضى؟ هما الزهريين. الزهريين هو المفتاح ديالهم هاد القرين. اغلبيه الزهري ماشي كاع ولكن اغلبيتهم تيكون القرين هو سبابهم. وبالنسبه للزهريه من الراي الشخص ديالي كما سولتيني انت قبيله كاينه الزهريه كاين شي يقول لك ما كاينش انا تنقول كاينه. واغلبيه الزهريين ملبوسين اغلبيه الزهريين ملبوسين واي واحد تيقول لك انا معايا الجن المسلم وترقي راه تيوهم راسو. اي واحد تيقول انا نوراني تيوهم راسو. اي واحد تيقول لك تيكون دايرين بحال دابا عندنا نشوف واحد الدايره صحاب اضريحه صحاب علامات قال لك علام بياض حمار خضر روينه وتيقول لك انا ولد امي عايشه ولد حمو قزار ولد يهودي ولد كذا ولد كذا. وها شياطين لابسين لكم من هذا المنبر تقول لكم انتم راكم ملبوسين وانتم راه تتوهموا بنادم تدوم الشرك بلا ما تحسوا انتم وبلا ما يحسوا دوك الناس. هذوك هذو صحاب الاضريحه سمعوا الناس صحاب الاضريحه اللي تمشي الاضريحه واللي تيوهموكم خاصكم ديروا هذوك ملبوسين. اي واحد مشيت عندو تيقول سميتو امك ولا سميتو باك ولا فين تزاديتي ولا كذا هذاك سحار وهذوك سحاره. وبالنسبه لهذيك الاضريحه راه قبر ما عرفتي واش فيه شي حاجه ولا هذاك ميت راه انت خاصك راه انت احسن منه باقي في الحياه خاصك تدعي ليه. ولكن تتبع غير الله راه تدخل الشرك والشيطان ضعف منك تذبح ليه بنادم معاه شويه. واش بغيت واحد النقطه نشير ليها واحد تيقول انا ولد امي ما عايشه ولد حمو قزار واش الشياطين تيولدوا ما فهمتهاش انا ولا واحد مثلي واحد مثلي تيقول انا معايا البركه واش البركه الجن راه ماشي بركه. الجن بوحدو البركه بوحدها الجن بوحدهم وشياطين بوحدهم. اما البركه راه تعطيها الله ماشي اي واحد تكون بعض الاشخاص وتعلم بها غير الله. هذاك الشخص ما تيكونش عارفها تيكتسبها. وبالنسبه للجن اللي معاه الجن راه ماشي بركه. وبالنسبه لذوك الروحانيين اللي تيقول حنا ترقوا ومعنا الجن المسلم عاده تندوي على الناس اللي عندهم الجن المسلم. اما الاغلبيه راه معاهم شياطين تيوهموهم. الجن المسلم تيوصل لواحد النيفو وما تيرقيش تيرقي ولكن تيوصل لواحد الحد تكون شي حاجه اشهد منه. كاينين جنود الرحمن تعلم بها غير الله سبحانه وتعالى هذوك متفق معاهم. القرين شيطان قرين شيطان 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 قرين شيطان. اقرا سوره قاف تفهم اقرا سوره قاف وتمام اقرا بقلبه يفهم بانه القرين شيطان شيطان مخلوق حتى هو بحالك هو ضدك ماشي الصوره ديال الانسان. شيطان شيطان عدو الانسان هذاك تيوسوس لك تيدخلك ديما هو ضد. خلاصه القول انت تمشي للخير هو تيمشي للشر هو عكس ديالك انت عكس الانسان. الشيطان عكس الانسان هذاك القارين راه كاين في سوره قاف وكاين في سوره الصافات. بالنسبه لي رايك الشخص ديالي انا رايي انا الزوج ما تيديروا حتى شي حاجه وما تيحرقوش الشياطين وما تيقفلهمش. دابا انا الحمد لله مننا الله بشي علم تندير استفراغ بالماء فقط باذن الله. واخا تكون 40 عام عندك توكاش ترد بالماء شي حاجه اخرى استفراغات بالعشوب كاين اللي مريض بالكلاوي كاين اللي مريض بالمراره او 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 ملي تشرب العشوب وراه كاين بعض الرقاد ما عندهمش الفكره بانه راه كاين واحد النوع تيكون مريض بشي امراض عضويه تيشرب عشوب تيمرضوه تيعود مسبول. العشوب انا ما تنصحش بهم اي واحد. بالنسبه لي انا كرأي الشخص ديالي انا تندير استفراغات بالماء فقط شي حاجه اخرى ما كايناش.
اما الزويس راه ما تيحيدوش هادشي ديال تيعاونوها في التحصين، تيعاونوك في التحصين، ولكن خاصك حتى تحيد دوك الشياطين. الشياطين خاصهم القاتل الحرق، شي حاجه اخرى ما كايناش. نقول لك الرقعات اللي قلتي انت، هذوك الرقعات ما مرتاحينش، واخا تجيب لك فلوس وكذا وكذا، تلقى حياته جحيم. هي مطلق مرته، الشياطين ما يوقروهمش، الشياطين ما يوقروهمش، تلقى عنده خصومات وعنده العكوسات، مشاكل، نفور، صداع. بالنسبه للاثمنه البايضه، بالنسبه لي انا غنكون معك صريح ونصرح الثمن علي انا، الثمن على راسي انا، نقول لك على راسي انا، ما ندويش على شي واحد. خاص المجال ديال الرقيه، هذه الرقيه كنت دير واحد الثمن، كنت انا دير واحد الثمن، بحثت وعرفت بانه ربي عطاني شي حوايج، ما خصنيش انا بعدا ما بقيتش نتشرط على بنادم اللي عنده مرحبا واللي ما عندوش مرحبا. واي راقي تيتشرط غاتيضحك على راسو. انا بعدا كرأي شخص ديالي بالنسبه لهذه الرقيه ما خصكش تشرط فيها. انا بعدا ما تنتشرطش وما بقيتش نتشرط، كنت دير واحد الثمن ديجا، ولكن ملي بحثت وعرفت وفهمت انا ما بقيتش نتشرط. الثمن اللي عنده مرحبا واللي ما عندوش الف مرحبا، ما تنتشرطش انا، ما تنتشرطش على المريض. العين حق والصحه حتى هو كاين. وهاد القضيه اللي قلتي انت بالنسبه لهاد في هذا الوقت، الناس الادعيه قلت شي واحد النقطه، شي الانسان شلت جاتي الله وليتي تحب الله واحد الحب، راك لقيتي راسك براسك، ولكن القليل والقليل. دابا الانسان ملي تيحب الله تيتعلق به، تتخرج طاقه من القلب، ديك الطاقه اذا تحسنك بالاذن ديال الله سبحانه وتعالى. ولكن تلقاو الاغلبيه تلقى تيصلي ومغيب، تلقى الخوف انا ما تيقراش، فهمتيني كيفاش؟ يعني الحب ديال الله هو التحسين، تبع طريق الله ولكن بالحب وباليقين، وربي راه ينجيك من جميع المصائب، لان والله اللي تيشافو ربي اللي تينجيك. اما الانسان ما عنده ما يعطيك تيكون سبب. الكلمه الاخيره نعاود نذكر الناس، المس الخارجي او المس الداخلي، المس الخارجي، الناس اللي تعاني تاهي من العكوسات والمشاكل والنفور والتمريض، اختناقات، الم في الراس، الم في بالكتفين، الم في الرجلين، قولوا العصبي او السياتيك او جرثومه المعده او العكوس تاعني الزواج او العكوس تاعني العمل او محق المال، فلوس تطير، باذن الله هنا كاين العلاج. بالنسبه للزهريين تنقولوا واش نعاودوا الزهريين، هنا كاين العلاج، هنا كاين العلاج. مرحبا بكم عند الراق رشيد الوزير، ودخلوا للقناه وراه تشوفوا شي حوايج ما شاء الله. والسلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.